السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنكمل مع بعض سلسلة تعليم لوجيك بالعربي. تحويل من النظام الثماني للنظام الثنائي conversion from octal to binary. ازاي نحول من النظام الثماني إلى النظام الثنائي؟ الطريقة الأولى وهي الأسهل في خطواتها، وهو إن replace each digit by its 3-bit binary. طيب تعال نفهم من الأول، هو ليه قال 3 bit binary؟ هقول لك ليه 3 bit binary. طبعا replace ال octal digit، اوكي، اللي هو 0 1 2 3 4 لغاية 7، كل واحد ليه قيمة في الباينري، تمام. طيب تعال ليه هو قال ليه اشمعنى ليه 3 bit binary. تعال نشوف كده، نختار مثلا رقم 1، 1 في ال octal بيساوي كام في الباينري؟ تعال نشوف الخانة بتاعت الباينري. لو قلنا مثلا هو قال لك هنا في الجدول 1 0 0، طب ما نيجي نتأكد من العملية دي. طيب مش احنا عارفين نظام الباينري هو أساسه 2، بيبتدي من 0، بعد كده 2.5، بعد كده 2.5، واتفقنا ان احنا بنجمع ما بنخش الاصفار، اللي يبقى 2.0 بواحد فعلا في الباينري. طيب ناخد اخر رقم 6 مثلا في النظام الأوكتل بيساوي كام في الباينري؟ تعال نشوف، قال لك هنا بيساوي 0 1 1. طب ما نيجي نتأكد، حط 2.5 0، 2.5 1، 2.5 2، شيل الأصفار، يبقى 2.5 1 زائد 4، 2 زائد 4 ب6، 2 من الشمال لليمين، يبقى 4 زائد 2 بيساوي فعلا 6 في الأوكتل. خد آخر رقم 7، 7 في الأوكتل، وهو آخر رقم ممكن أشتغل فيه بالأوكتل، اللي هو أوكتل ديجيت من 0 ل 7، مش ده آخر رقم؟ ففي الباينري فعلا آخر رقم هيساوي 1 1 1. ليه؟ أنا بقول 2.5 0، 2.5 1، 2.5 2، هيبقى 4 زائد 2 زائد 1 هيساوي 7. فلو انا قلت 4 ديجيت في الباينري ممكن يزيد عن 7، تمام، الله اعلم. فالطريقه الصح هو انك تقول ان 7 اوكي بتساوي 3 خانات في الباينري. النظام الثماني هو عباره عن 3 خانات في الباينري. اذا كان 0 يبقى الثلاث خانات دول 3 اصفار، اذا كان 1، اذا كان 2، هم 3 خانات في الباينري، تمام. طيب طب ما نيجي نحول كده اي رقم كده، مش رقم 1 بقى و6، تعال ناخد ارقام مجمعة. احنا اتفقنا ان النظام الثماني ما بنقولش عليه 81 و82، لا بنقول 1 6 5 4 كده. فاحنا لو اخدنا كده ارقام مجمعة مع بعضها كده، نقول مثلا 24، 24 في شفت انا غلطت برضو، مش عارف احنا متعودين ان احنا نقراها 24، هي 2 4. 2 4 في النظام الثماني بيساوي كام في الباينري؟ كل بساطة انت عارف ان النظام الثماني بيتعامل مع 3 خانات في الباينري، يبقى الاربعة دي هي عبارة عن 3 خانات اهم، ادي 1 2 3، والاتنين دي برضو عبارة عن كام؟ 3 خانات، 1 2 3. كل اللي تعمله انت حتى لو مش حافظ، لو مش حافظ الارقام دي، قول يا سيدي 2.0، 2.1، 2.2، جمع الاربعة هي 2.2، والباقي ده مش هاخده، فتبقى دي 1 0 0. في مشكلة؟ طب الاتنين حط 2.0، 2.1، 2.2. طيب ايه الرقم اللي يديني 2؟ ده يديك 4 وده يديك 1، ايه اللي يديك الاتنين اللي في النص؟ يبقى حط 1 في النص وصفر على اليمين وصفر على الشمال، تمام. تمام، لو حفظ بقى الارقام في الباينري مفيش مشكله تحطها مباشره. فدي طريقه برضو سهله انك تحول من النظام الثماني الى النظام الثنائي. اي رقم بقى تحطه بنفس في 3 ديجيت، وتحط الخانه الاولى 2.0، 2.1، 2.2، 2.0، 2.1، 2.2، شوف بقى انت عايز تحول ايه، الرقم اللي يديك
الخانة بتاعتك لو رقم 4 يبقى 2 أس 2، لو رقم 2 يبقى الخانة رقم 2 هي اللي هتديك 2 أس 2. طيب ناخد كمان آخر مثال بالنسبة للطريقة السهلة دي. نقول مثلا ساي أي رقم، مثلا ساي مثلا 7 6 5، مفيش مشكلة. احنا اتفقنا ان النظام الثماني هو ارقام فردية لوحدها بالشكل ده، بنقول 5 6 7 هيساوي كام في الثنائي؟ خلاص انا مش حافظ الجدول يا سيدي، اخد كل رقم لوحده كده اهو واحطه في 3 خانات من غير حفظ ومن غير اي شيء. طبعا مع الحل الكتير بتحفظ الايه الحاجات دي. كان بتكلم لو انت مش حافظ، مجرد الفهم بتاعه برضو تجيب الايه الحل بتاعك بكل سهولة يعني. طيب اتفقنا هنحط 2 أس 0، 2 أس 1، 2 أس 2، واللي بعده 2 أس 0، 2 أس 1، 2 أس 2، اللي بعده 2 أس 0، 2 أس 1، 2 أس 2. طيب جمع رقم 5 من الـ3 خانات الأولانية، ده 1 ده 2 ده 4، ده يديك 4 وده يديك 1، يبقى 4 1 5، يبقى ده كده 0، يبقى 1 0 1. طيب اللي بعده 6، 2 2 ب4، 4 2 أس 1 ب2، يبقى فعلا 6 يديهم من الخانتين دول والباقي يبقى 0، يبقى 1 1 0. اوكي طب 7 تتجمع من 2 أس 1 واتنين 2 أس 0 و2 أس 1 و2 أس 2، يبقى حط 3 وحات، يبقى الرقم بتاعك في الباينري هو الرقم ده كله. تمام طبعا من اليمين للشمال تحط كده. اوكي يعني 1 0 1 0 1 1 1 1 1. سيب مسافة صغيرة كده بس عشان تفهم ان ده الرقم الاول، ده الرقم التاني، ده الرقم التالت، ده في الثماني طبعا. طيب ايه رأيك ما نتأكد، اعمل تشيك بالآلة عندك مود، دوس على رقم 4 واختار ودوس على رقم اللين اللي هو مكتوب فيه الاوكتل، اكتب 7 6 5 اوكتل ودوس على لوج، لوج اللي هي فوقيها كلمة باينري، هتلاقيه قال لك 1 0 1 0 والباقي وحيد، 1 0 1 1 0 1 0 والباقي وحيد، يبقى فعلا احنا مظبوطين. فدي طريقة من غير حفظ خالص، لكن مع التعود طبعا هتلاقي ايديك حفظت الارقام ان هي ارقام كلها صغيرة جدا يعني مش جدول ضرب. فدي الطريقة الاولى، ان شاء الله في الفيديو الجاي هنشرح الطريقة الطويلة شوي، واشوفكم في الفيديو الجاي بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.